وهو كيف ما كتعرفوا انه القانون ديال حمايه الممتلك خرج في 2011، وبالتالي حقيقه من 2011 2022 كان هناك واحد وقت كبير اللي مر بدون ان تكون لاي جمعيه من جمعيات المستهلك الحق في التقاضي، رغم انه القانون كينص عليه. اللي خلى هذا الشيء تعطل هما المراسم التطبيقيه من بعد القرار الوزاري المشترك بين وزير العدل ووزير التجاره والصناعه ما بين حتى 2018. كانت لنا التجربه الاولى من في هذا الطلب ديال الاذن التقاضي في 2018 من عند واحد الجمعيه اللي هي كتنتمي للجامعه عندنا، ولكن مع الاسف الشديد ما تعطاهاش هذاك الحق ديال التقاضي. ولكن تابرنا وصبرنا وناضلنا باش اليوم يكون عندنا في الجامعه الوطنيه لجمعيه المستهلك هذا الحق هذا اللي هو غيمكننا من الوصول الى السلسله الكامله ديال الحق في التقاضي، والحق كذلك في جميع المساطر اللي هي كتهم المستهلك من الامور الوديه من الى سمعتوا لي القضاء الى استعصى الحال مع بعض الموردين. هذا هو اللي كيبان لي بانه مهم جدا في الساعه هذه. اللي يمكن لنا كذلك نسجلوه هو انه بهذا الحق هذا او لا بهذا الترخيص ديال الحق في التقاضي غادي يمكن الجامعه انها تقوم بدعاوي مباشرة لهذا في مشاكل ديال المستهلكين، قدر كذلك تدخل في دعاوي جارية اللي هي كتقدر تكون عندها قضية تحقيق، كذلك غادي تكون كذلك تنصب راسها نفسها كطرف مدني في هاد الامور هذه اللي هي كتهم المستهلكين، خصوصا ملي كتهم واحد المشاكل ديال المستهلكين اللي كتخدى لهم الحق ديالهم او اللي كتخدى الحق ديال المستهلكين عامه، كمثلا في بعض العقود اللي كتكون هي عقود ادعان او اللي هي كذلك في بعض العقود اللي هي كتكون فيها بنود تعسفيه. فالجامعه اوتوماتيكيا يمكن لها انها ترفع دعوه ضد هذا المورد هذا باش يعاود يصلح الامور ديالو او لا تقوم ليه بالمتابعه في هذا الشان هذا. كاين كذلك اللي مهم جدا كذلك هو انه الى كان عند المستهلكين بعض الامور اللي هي قاموا بها بعض الموردين واللي هذه الامور هذه اللي كتكون منافيه للممارسات التجاريه ولا غير ذلك، فالجامعة كيمكن أنها تعوض هاد المستهلكين مكانهم، أنها كتكون مونداتي على أساس أنه هاد الجامعة هذه تقوم بالتعاوي لصالح هاد المستهلكين ولا لصالح الجماعة جماعة ديال المستهلكين، وهذا أمر مهم جدا. فبالتالي هاد الشيء هذا كله يمكن ما يمكنناش نوصلوا ليه إلا بالمتابرة وبالعمل الجاد ديال الجامعة الوطنية والأعضاء ديالها اللي هما حقيقة عملوا واحد المجهود كبير باش نوصلوا لهذه المرتبة هذه ديال أننا يكون عندنا الحق في التقاضي. كنت واجدو اليوم هنا في هذا المقر باش غنديروا واحد الشراكة مع الجامعة الوطنية لحماية المستهلك. هذه الشراكة اللي كتعطي واحد الحق للزبون، لان اليوم الجامعه الوطنيه ولا عندها واحد الحق في التقاضي، واللي غادي تكون عندها واحد القوه عند الزبون، لان الزبون كيجي عند كيدفع الملف ديالو لعند الجامعه، والجامعه ما كانش عندها قبل الحق باش تكون تقاضي. اليوم كاين الحق ديال التقاضي، اذا غادي تاخذ هذاك الملف ديالو، وبفضل هذه الشراكه هذه غادي تصيفط لنا حنا كخبراء قضائيين، غتصيفط لنا الملف ديالو باش نحاولوا نشوفوا المضامين ديال الوثائق اللي كيتضمن هذاك الملف، واش الزبون عنده الحق ولا نقدروا نشوفوا بعدا غير المضامين ديال هذا باش نحاولوا نعطيوه واحد الشحنه
ديال الزبون باش يكون عنده واحد القوه فاعله مع امام المؤسسه اللي كيتقاضى معها. لحد الساعه كاينين مجموعه ديال الشكايات مطروحه، كاين شكايات اللي ما عندهاش الطابع ديال صديق قانوني باقي ما مشاتش للمحكمه، كيجيو حتى هما غادي يتعرضوا علينا، وكاين شكايات اللي موضوعين ومعروضين على المحاكم المملكه سواء محاكم تجاريه او محاكم اخرى. وبفضل هاد الشراكه ان شاء الله غادي نوحدوا ونديروا يد في اليد مع الجامعه الوطنيه، وغادي نتمكنوا باش كل واحد ياخذ الحق ديالو كيف ما كان الحال.